السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وحشتوني جدا جدا. فيديو النهاردة فيديو خطير زي ما احنا متعودين دايما، اللي احنا بنجيب الفيديوهات الخطيرة والمدهشة والفظيعة والمرعبة وكل حاجة في الدنيا. طب فيديو النهاردة ايه حكايته؟ بيتكلم عن ايه؟ انجز عشان احنا مش فاضيين لك. هقول لكم فيديو النهاردة عن المكياج، ازاي تحول جاموسة لعروسة. هو ده باختصار الفيديو، بس في شوية حاجات انتوا مش هتصدقوها، من اللي بيمحر واللي بيشطب واللي بيدهن دهانات، يعني دهانات بيوت، حاجات غريبة، هتحول من شيء لشيء تاني خالص. فيلا عشان ما نطولش كتير يلا نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تصلي على حبيبك النبي. يلا بينا. اول واحدة، يا نهار ابيض، دي اندوسنانية ولا لبنية؟ شكلها كان عرة، في مجرد ثواني ابتدت تتحول. ما اعرفش ايه الحواجب اللي حطيتها دي والرموش. هتبتدي ايه؟ تمحر بقى العمارة، الشقة ولا ايه؟ تمحر وبعد كده ايه يعني؟ تدهن بقى الدهانات، تشطب. ايه اللزقة اللي حطيتها دي؟ ده وشها رفيع لما حطيت اللزقة دي، ازاي؟ دي غريبة اوي، اول مرة اشوفها. واو، روج، ايه ده؟ مش معقولة بجد. انتوا فاكرين كان في بداية الفيديو عاملة ازاي؟ ايه ده اللي بتحطه ده؟ دي بوهية دي ولا ايه؟ يا نهار ابيض، البت اتحولت 180 درجة، مش معقولة. اوه، تاني حالة معانا، يعني تاني فيديو معانا قصدي، يعني الواحدة شكلها يعني حصل لها حادثة او كده فوشها اتشوه، فنشوف المكياج يقدر يعالجها ولا ايه. واو، ابتدت يعني، هي جميلة بس يعني الحمد لله بقى اللي حصل لها. هي جميلة أصلا من غير مكياج، بس مشكلتها في التشوه. واو، شفتوا الفرق؟ واو، بص، من فرحتها بتضحك مش قادر. واو على فرحتها يا أخي. أوه، اتحولت برضو 180 درجة، الحرق مش باين قوي بس هو المشكلة في البق بس. طب دي مينفعش تعمل لها عمل التجميل؟ يعني لا، دي استحالة تبقى، استغفر الله العظيم، الواحد مش عايز يتريق على الأشكال، بس يعني هي اللي حطيته في بقها ده، مش معقولة دي هتبقى حلوة. دي الصنفرة بقى، الصنفرة بتاعت الحيطة، هي بقى بدل ما تستخدمها على الحيطة بتستخدمها على وشها. ايوه، لونها هنا اتغير، لينسز، تقعد ترسم بقى وشها. ايه اللزقة اللي بيحطوها اللي وشهم بيصغر بعد ما بيحطوها دي؟ طب واسنانك دي هتعملي فيها ايه؟ واو 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 واو، رصة غرب بقت. وين الدهن اللي بيحطوها على ده؟ ده كل الكوريين او الفلبينيين دول، معرفش دول ايه، كلهم بيستخدموا نفس البتاع. يا نهار ابيض، انتوا متخيلين ان دي هي دي اللي كانت في اول الفيديو؟ اكتر ناس موهوبين في الموضوع ده اللي هم دول، اللي معرفش اندونيسيين او فلبين او كوريين او صينيين، مش عارف، بس هم اكتر ناس موهوبين. ايه ده؟ شربت ايه؟ شربت، مش بقول لك دهان بيدهنوا وشهم، يعني لو جبت معلقه وغرفت كده هتطلع مثلا ايه يعني بتاع كيك. ايه ده؟ هو اللي حطيته في الشيرت، عينيها اللي سودة، عينيها بقت سودة قوي، مش حلوه دي. لو جبت معلقه وغرفت بيها كده هتعمل بوليت ايس كريم. واو، ازاي بجد؟ لو محدش هيعرفها في الباسبور. هي دي جميلة بس مشكلتها الحبوب اللي في وشها دي، عادي دي يعني مكياج خفيف فتتغطى او تعالجه، يعني مش لازم مكياج. واو، مش معقولة، هي دي بيضحكوا علينا؟ هي نفسها مش مصدقة نفسها. طب والشعر؟ اكيد ركبت باروكة لان شعرها كان اقرط.
واو مش مصدقه نفسها، ده عينها بتدمع من الفرح. طبعا الجمال نعمه يعني، وبالذات لما تبقى محروم منه ومره واحده تلاقيه. فبص هي بتدمع من الفرح. واو دي مش هتستحمى، هتفضل كده هتفضل كده طول حياتها عشان ما تشوفش نفسها تاني، تشوفش الشخصية الأولانية. جاء ايه ده؟ شريت حاجة؟ ايه ده؟ شريت حاجة من مناخيرها؟ شريت حتة من مناخيرها ولا ده لزق ولا ايه؟ واو يخرب بيت سنين، دي كل حاجة فيها مش طبيعية، العين، المناخير، الحواجب، حتى الوش اللي مرفعاه. يا نهار اسود، انا هفكر 100,000 مرة قبل ما اتجوز، قبل ما اخش اتقدم هطلب من عيلتها ان هي تخش تستحمى. واو هي دي جميلة، بس يا رب تفضل جميلة حتى بعد ما تشيلي الحاجات اللي هي عملتها. كل حاجة فيها مزيفة، خرب بيت سنين، مفيش حاجة فيها أصلية. واو واو واو، الشكل بيتغير 180 درجة، أكيد مش هو ده الشخص يا جدعان، أكنه شخص تاني خالص. بس هي برضه حلوة على فكرة، بس شكلها اتغير. واو أنا مش عارف بضحك على إيه، بس لا غريب الصراحة. أنا أتوقع إن دي هتبقى جميلة بعد المكياج، هتبقى جميلة جدا كده. هغير رأيي ولا إيه؟ لسه من المكياج، بس أنا أتوقع إن هي هتبقى حلوة بعد المكياج. قبل المكياج ها تبقى شخص تاني أصلا. واو 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 واو، إيه ده بجد؟ إيه ده يا جدعان ده؟ الشكل بيتغير 180 درجة، أنا معرفش إيه ده. شغل إغراء بقى، قلبي دي عندها يعني مشكلة في الجلد، فلون جلدها متغير. واو بعد المكياج على طول، بص كمية الفرحة اللي عليها وشها، لازم تفرح طبعا. وبعدين شعرها كان صبغوه يا اما ركبه باروكة. دي جميلة من غير اي حاجة، هي مشكلتها برضو في الحبوب، دي اي دكتور جلدية يعالجها، مش محتاجة اي مكياج. في ناس لما بيبقوا حلوين او بيحطوا مكياج شكلهم ايه ده، يا نهار ابيض اتعملت طبقة على وشها من الميك اب الوان، احلى حاجة فيها لون عينيها. واو ده ايه ده، الحبوب فعلا بتشوه الوش يا جدعان. واو واو واو، انت ممكن تروح تعمل ليزر توفر على نفسها كل ده. هذا تحط اللزقة ترفع عادي. بس اتوقع دي برضه تبقى حلوة بعد المكياج. ما الفلبينيين دول ولا الكوريين دول ما عندهمش حواجب خالص، مش تلاحظوا ان كلهم ما بيبقوش عندهم حواجب، يعملوا حواجب اصطناعية. واو دي بقت حلوة من دلوقتي لسه. واو واو واو، بس بيتهيألي دول كوريين، لان الكوريين هما اللي مشهورين بالمكياج وبالجمال وعمليات التجميل وكده، بيتهيألي كوريين. هتبتدي تشيل تورينا بقى الوش التاني على الطلاق ديت. يعني لو راحت مطار ودخلت بالشكل اللي هي مصورة بيه
وعملت بعد كده مكياج من غير يعني دخلت من غير استورت من غير مكياج وبعد كده دخلت بالمكياج. يا نهار ابيض بتقلب غلط ايه ده استغفر الله العظيم. يعني دخلت المطار بالصوره بعد المكياج مش هيدخلوها يقول لك مش انت بتشتغلينا ولا ايه؟ مش دي هي نفس البت ديت كانت في اول فيديو. هي طلعت فعلا كده، انا كنت فاكر اشتغالها في مونتاج في الفيديو ولا حاجه، بس طلعت شكلها كده فعلا حتى اسنانها كبيره. انا نفسي اعرف بقى يعني بتخبي اسنانها ازاي، هي بتعمل حاجه في بقها فسنانها ما بتبانش. بس تحس يعني انت هتعمل كل الحاجات دي انت متخيل كمية الحاجات اللي بيحطوها على وشهم واسنانهم؟ يعني بتمشي مستريحة بليها يعني ما بتحسش بحاجة في وشها او كده؟ حاجة غريبة يا اخي، حاجة غريبة فعلا. يعني ما بتحسش بأي حاجة في وشها، مش مستريحة ان حاجة متركبة على وشها وماشية كده عادي. انا عن نفسي لما ببقى في اي حاجة، يعني انا الواحد لما بيلبس هدوم كتير او بيحط حاجه ما بيبقاش مستريح، هو يعني احسن ما تمشي كده تمشي جميل. يعني مش عايز اتريق بس احسن ما تمشي كده تمشي يعني جميل هم بالنسبه لهم كده. لكن انا بالنسبه لي اخد الواحد على طبيعته اللي انا جاي اتقدم اللي اخد الواحد على. المهم يعني الفيديو كده خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنساش لو عجبك الفيديو تضغط لايك، ولو انت مش مشترك اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. متنساش تتفرج على الفيديوهات اللي في شاشه النهايه او الفيديوهات القديمه على القناه. سلام.